الفريلانس ده. يعني هاخد من كلام استاذ هاني محفوظ فكره ان مفيش طريق واحد للنجاح، دي فعلا حاجه حقيقيه. يعني مفيش مسار محدد تقدر تحكم عليه ان انت لو عملت 1 2 3 4 هتوصل للنتيجه اللي هي انك تنجح او كده. بس اللي نقدر نعمله ان احنا نشوف التجارب اللي يعني ايه اللي بيحصل حوالينا، ايه التجارب اللي بتحصل حوالينا، ايه المسميات اللي حوالينا، ونعرف منها القدر الكافي ان احنا نموف فورورد يعني. بس فانا بالنسبه لي الفريلانسر هو، انا طبعا شخص بحب الميمز، معتبرها نوع من الثقافه البصريه اللي يعني بتعبر بشكل مختصر جدا عن معاني كبيره، يعني ممكن نقعد بقى نكتب فيها كلام كتير وبتاع. فالفريلانسر لو انت شفت على يعني هو حاجة ملهاش سمعة حلوة قوي، يعني هو مثلا ايه حاجة على يعني بيسموه الفريلانسر ده واحد على الله بس بالانجلش. فهي حاجة حقيقية فعلا، الفريلانسر اللي مش دارس، او الفريلانسر اللي هو بادئ في عصر كده كل حاجة فيه متغيرة، ما تعلمش من حد دخل على الانترنت وتعلم لوحده وبيحاول يعمل كل حاجة لوحده. فالتجارب اللي انا شفتها حواليا ان هو في الاخر بيستراجل جامد جدا.